الفقر العباد، تمشي تشري السكر ما تلقاه، تشري الزيت ما تلقاه، زيت الحاكم ما عندناش خالتين ليه في الدار ما ثماش، والخدم ويني خزر الشباب الكل كذا ضايق. ها هذاك ما ثم شيء علاش يتكلموا هم. بالوقت الثمانية غير أربعة غير ربع زيد شوية نقص شوية، الناس بدات تهدى، دهموا علينا وين هو وقتها فهمتني موجود. الهاربين مع من جملة الهاربين تعدى عفسوا، تحب نقول لك شكوني ماهيش كرهبة التعزيزات، كرهبة المنطقة، ونقول نتحمل مسؤوليتي، تعرفوني شكوني وتعرفوا وين نقري، ومستعد نطلب شهادة، مستعد نطلب شهادة. أما وليدي صح ستار لاباس عليه يضرب حيتي يدو، أما مش مريض صح لك بالصواب هذا العشرة، مش مريض صحيح لاباس عليه يددن، أه ركبني ويبدا يجري. خويا لا عنده مرض مدن، لا هو مريض، لا عنده كما قالوا عنده الأعصاب، لا عمره رقد في السبيطار، عفسوه ورموا عليه الغاز وردوه. خويا عنده دوسي في السبيطار كل مرة وراكد، هو عمره ما رقد في السبيطار. انا هو خويا المريض، انا اللي من نركض في السبيتار. خويا قلت له انا نحبه على الحق، وهذا واحد اسمه عرفت البوليس جيت وقلت له برحمه بوك برحمه بوك، كان خويا لاباس قال لي لاباس، قال لي راهو عنده شويه اختناق في الغاز وكا هو تو يروحوا بيه لاباس، وهو ميت وتمالكوا علينا، ورونا البلاصه نتاع خويا خلينا نمشوا نشوفوا، قال لك ما نعرفوهاش، وهي ضربته الاكل نتاع النجده هذيك الهندروبير هذيك اللي ضربته ووخرت عليه مره اخرى تحت عجيري. كي مات هو هزول ما خلوش ينقذوه، زادوا رماو عليه البومبا غاز، تغمط عليه ما راووش الاولاد، كي تنحى الغاز اللي فايقوا فيه يضربوا فيه لقوه زي مات، عدوا للسبيطار ميت. لأن كي طلعت انا للسبيطار قالوا لي راهو جانا ميت، وذاك خدمنا له عملنا له الماكينه في تبربل هنا ما عندناش ماكينات باش تفايقوا، وراهو في خطر. شو يعملوا لهنا؟ يتفاهموا الحاكم مع سبيطار تبربه يحطوا له الدوسي اللي هو مريض عنده مرض مزمن مريض بالفدة واللي هو ماشي في عقله. معناها في إطار معناها باش يلموا الحكاية بدل البحث، قالوا أنه معناها سيد مات معناها أزماتيك، وفما حديث زاد أنا قالوا أنه ما ماتش في سبيطار تبربة، هو مات معناها من هنا، مات في الكياس غاديك. فما فيديوهات يقول معناها فيها معناها العباد تعيط تقول لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، وقتها هو ميت، هزته الامبيلونس ميت. خمس يخدم عند قزادري يصور في خبزته في حومتي، ينطر في الفرنك، خدم قداد المدرسة اللي نقري فيها يبيع في الفرشك. علاش؟ على خاطره معطل على الخدمة، ما نقولش بطال، معطلينه على الخدمة، يحب يعيش كما كل التوانسة عيشة كرامة، يحب ياكل خبزة بكرامة. تبربة منطقة سكنية فيها 80,000 ساكن، ما فيها حتى موطن شغل، حتى معمل ما فيهاش، معناها الناس ما تلومهاش، معناها كي تخرج الظاهر فهمتني على الفقر وعلى غلاء المعيشة. معنا اهبطوا من كراسيكم، اهبطوا من برجكم العاجي ويجوا يناقشونا. يا حكومة الحرب على الشعب، هذه حكومة أعلنت الحرب على الشعب. أعلنت الحرب على الشعب بالغلاء المعيشة فهمتني، وبالتهميش وبالتفقير. نحن نطالبوا ببلش وزيري ماهيش باش تنحى الاحتجاجات حتى لين يجينا يوسف الشاهد لهنا يهبط لنا لتبربه، يهبط لنا لتبربه مع الوزراء نتاعو اللي قاعدين في اللي مرسيدس كلاس او واللي يخلصوا في الملايين وزادوا لرواحهم توا مازالوا كيزادوا لرواحهم، يهبطوا لنا ويجونا لهنا ويحكوا معانا ويشوفوا شنو اهالي تبربه شنو تحب. خويا حتى في الجبانه نحفروا في القبر حرموا علينا بالغاز يضربوا في جره بعده، العباد كل زعينها ظلمت، خلينا القبر ورواحنا ما نجمناش حتى نكملوه. ما يزيش عاش محروم، حتى كي ماتوا دهسوه قلت له استكثروا عليه باش يقولوا شهيد يشوهوا له في سمعته. يا سيدي شهيد وشهيد الكرامه، حبش ياكل خبزه.